Geçirelim güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri. Bu görüntüler Taksim Meydanı'nda kaydedildi. شاهدوا لحظة دخول منفذة حادثة تقسيم إلى شارع الاستقلال في تركيا. مشاهد حصرية تعرض لأول مرة. الأمن التركي ينشر مشاهد جديدة قبل دقائق من وقوع حادثة تقسيم. هذا ما فعلته الجانية قبل تنفيذ العملية. لا تزال حادثة شارع الاستقلال في منطقة تقسيم التركية تحصد اهتماماً واسعاً من الجمهور المحلي والدولي، خصوصاً بعد أن أسفر هذا الحادث عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات نتيجة عملية نفذتها امرأة سورية الجنسية تدعى أحلام البشير. وجديد القضية مقاطع فيديو نشرها الأمن التركي وتظهر لحظة دخول أحلام البشير الشارع في تقسيم وتركها أداة في محفظة قبل دقائق من تنفيذ العملية. وبحسب المشاهد المذكورة فإن أحلام دخلت شارع الاستقلال يوم الحادثة من جهة ميدان تقسيم بحلول الساعة 3:15، ثم واصلت السير في الشارع وعلى ظهرها حقيبة وبيدها كيس، حيث حاولت باستمرار إخفاء وجهها عبر حجابها لتصل بعدها إلى موقع الحادثة وتجلس على مقعد أمام أحد المتاجر. وبعد جلوسها قرابة 41 دقيقة تركت حقيبتها على المقعد بحلول الساعة 4:11، ثم توجهت مشيا نحو ميدان تقسيم مرة أخرى، حيث بدأت بالركض من الساعة 4:14 قبل أن تظهر بعد 3 دقائق في مشاهد أخرى وهي تمر من أمام فندق بميدان تقسيم. هذا وقد أسفرت الحادثة الأليمة عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين في المكان لحظة وقوع الحادث، حيث فجع الممثل التركي الشهير نور الدين أوشار بوفاة ابنته ووالدتها زوجته السابقة. وقد نعى الأب المفجوع ابنته وزوجته السابقة على حسابه في فيسبوك، حيث وضع صورة ابنته الراحلة كصورة شخصية مؤكدا وفاتها ومعلقا ليكن قبرك نورا في الجنة. هذا وعلق محمد أوزوسوي والد الأم الراحلة للإعلام التركي قائلا: بما أن ابنتي معلمة فقد خرجت مع ابنتها خلال الإجازة، ذهبتا في رحلة، كل هذا حدث، ذهبتا بمفردهما، قالتا سنذهب في نزهة لكنهما لم تقولا إلى هناك، كانتا تزوران المتاحف. وأضاف: كانت حفيدتي طالبة في السنة الثانية بالمدرسة الثانوية وكانت ابنتي معلمة في مدرسة خاصة، لا يوجد شيء يمكن القيام به، لقد ذهبتا، اختفت ابنتي.